سلام حبوباتي، سلام خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا فيديو جديد ليا. كما ان شاء الله غدا خارجه انا وبنت اختي، غنمشيو للبيسين. بيسين دي دجاج مشاركه معكم ديال دريم فيلاج، هو احسن بيسين كيعجبني بزاف وكنرتاح ليه انا اصلا بزاف. التليفون ناصي معكم، احسن بيسين تعجبني بزاف. وغدا نخرج ليه، غنشارك معكم داكشي توجد اللي غديت معايا للبيسين. وصافي دابا تحتاج بنت اختي تاخذ الماء والمناضه وداكشي من هنايا. تما كاين الريستورات وداكشي، ولكن نقتصد شويه الاقتصاد بالنسبه اللي بغى ياخذ شي حاجه. ولكن هنا الريستورات تما كاين الماكله. انا جديت معايا شي حاجه، ولكن الا جاني الجوع ما كنزيد عليا الماكله. الا جاني الجوع غنزيد ناخذ شي حاجه. المهم بغيت نشارك معكم هذه الخريجه ونبدل معكم الجو، نبدل الروتين ديال الدار وديال الخدمه وداكشي. وهانتوما معايا، لي لايك لي لايك ما تنساوش باش نتقال الفيديو ديال ابوني فيها جرس. كما كتشوفوا هنا دخلت الكوزينه، نوجد بريباري داكشي اللي غادي ندي معايا للغدا، زعما نديو معنا الماكله ديال الدار. صوبت هنا واحد السلاطه كنت صوبتها بالليل، درتها في الثلاجه، سلقت لي باط ودرت معاهم خيار وسميتو مايز وطون، عارفين مكسيك سلطة مكسيك. وتما درت البواطات فيهم الله هذاك المشماش كان عندي، هذيك كان بقى عندي في الثلاجه، كان عندي تفاح صافي ندير غير المشماش شي حاجه خفيفه ندي معايا. عارفين مع البيسين داكشي كتقول فيه يكون فيك الجوع، تبغي ماما مرات تاكل، ولكن الصدمه نتوما غتشوفوها مع الفيديو. هادشي كاع اللي دينا ما كليناش منه بزاف اي شي حاجه، حيت ما كليناش على خاطرنا، حيت داكشي اللي كنا عوالين عليه ما لقيناهش. قلت لكم راني غاديه لدريم فيلاج، ساعة مشيت لدريم فيلاج لقيتو ساد هاد الفيديو اللي درتو معكم. هادي جوج سيمانات، يعني السيمانه قبل هاد السيمانه كنت مشيت لدريم فيلاج، ولكن دابا راه حل دريم فيلاج راه مفتوح، يمكن لكم تمشيو ليه. شوفوا هنا كنجمع كنسحب راسي، انا غنمشي نجلس في هذوك الطوابل ديال دريم فيلاج. جمعت كاع زعما كاسكروت وكلشي بالكوتي، درت العصير الرايب كاع داك السقاطه اللي عندي، حنا معزيز علينا السقاطه، مره كنبغيو ناكلو. ديت المملحات البسكوي اي حاجه زعما قلت غناكلوها، كاينه غير انا وبنت اختي وداي هادشي كامل. اول زعما غنبدا نعوم ونوض نبدا نقرقب الناب، ساعه داكشي اللي كنت عوال عليه ما لقيتوش، ولكن معليش الخير فيما اختار الله. مره اخرى ان شاء الله دابا راه دريم فيلاج تحل، ديت معايا المواصل فراشه المعرق صافي السيده مخيمه. ساعه ما عندي زهر، ما عنديش باقي الوقت، باقي الصيف. دريم فيلاج كنت لقيتو ساد، الحديقة حالة، ولكن هما أنا كنت مشيت اثنين وقالوا لي الجمعة غيكون مفتوح. الجمعة يعني ماشي هاد السيمانة، يعني السيمانة اللي فاتت أنا هاد الفيديو غير ملحتوش مع الوقت وداكشي، ملحتش الفيديو كان عندي وملحتوش. صافي كيما كتشوفو هنا كندير هاد النيفيا ديال الشمس، إيكخون ديال الشمس زعما زوينة بزاف بزاف. هادي كنديرها أنا ديما كنديرها في كل صيف، هادي اللي وفقت ليا البشرة ديالي وكت فيها 50% كتحميك من الشمس. صراحة زوينة، أنا كنديرها كل كنعوم كنخرج كنديرها، هي زوينة. كاينة دابا راه خرجو منهم بزاف لي مارك ديالهم، كل واحد اللي كيدير. صافي أنا درتها غير هي واحد العكير خفيف، فحيت الماكياج كله غادي يمشي مع غنعوم في البيسين. صافي لبست هاد البيسة، هادي هاد السروال هادا. صافي كنوريكم انا شنو لبست، شي حاجة خفيفة ديال الصيف ديال البحر. هنا غنوريكم زعما داية معايا لي برودوي، داية هادا شامبون صغيرة كنت جايبها معايا من لوطيل، أو هادوك الحليب ديال اللحم وجي الدوش. سامة داية معايا، قلت انا ما نصيري غندوش ساعة، الصدمة ما لقيناش داك دريم فيلاج. صافي ديت الفوطة ديال البحر ديالي، ديت الفوطة ديال بنت اختي،
ديال الصندالة ديال باش نتمشى كما كتشوفوا. صافي هادو ديال بحال هادي الفوطة والصندالة وداك السويق، وعندي ديك الترازة تاعي كنت واخداهم من ديال مجموعة، كنت واخداهم من حساب البحر والبيسين. صافي زدت هذيك الفوطة البنت اختي ديها معايا، صافي كنجمع الساك ثقيل عليا ومثقل عليا ودي ومثقل على وعدي وسعدي، وفي الاخر خرج لي البلان فالصو، ولكن ماشي فالصو، المهم دوزت لقيت زويون وعجبني الحال وعجب بنت اختي الحال. صافي درت النضارات ديالي العوينات ديالي ديال الشمس، صافي ومشينا. احنا غاديين في الطريق، طريق بين فيلاج ضربنا ضربت ديك الطريق كامل حتى دريم فيلاج. في الاخر ديك السيده مسكينه تاي علمتني قبل ما ندخل، قالت لي اختي لك تي داخل هاد البيسين، مع شافت لي اللبس ديالي وداك الشيء ديال البيسين ماشي ديال الواحد يدخل الحديقه. صافي قالت لي حتى الجمعه ان شاء الله هادي تحل. صافي بقيت كندور التليفون مثل ولاد خواتاتي كنسول فيهم هنا البيسين حال هنا البيسين حال، خفت غير يكونوا كلهم سادين والو. درت بروغرام غنمشي للبيسين، صافي خاصني نمشي للبيسين، كنت باغي قلت الا كانوا بيسينات سادين صافي غنمشي نقلب المحمديه نمشي للبحر. ساعة من قالوا لي كنت غنمشي تل سميتو هذا طايشي اكوا باك، عيطت لدختي قلت لي واش اكوا باك حال، قال لي لا راه هو ساد. قلت صافي بقيت كنفكر فين غنمشي فين غنمشي. صافي عيطت لدختي ولد خويا ما هو كيسكن تما في الحي يعني قريب لي عن سبع، صافي سولتو قلت لي واش هدا كومبلكس حال حيت كومبلكس ولا زوين، ولا زوين ولا التمن ديالو ولا غالي ديال 130 درهم الدخلة. صافي خدينا دخلنا عجبنا الحال، ما زوين ولكن ما ننصحش العائلات يمشيو ليه نهائيا علاش ما نلقاوش راحتهم، حتى ولادهم ما نلقاوش راحتهم، هو محدود وجا هكا على حساب دايرين فيه القهوه وداكشي، يعني اللي بغى يجلس غيدوز. بالنسبه للبنات والعائلات من احسن ما ننصحوش ليه يمشيو للبلايص اللي كيكونوا فيه بلايص الالعاب وداكشي، بحال دريم فيلاج بحال هذاك اكوا باك، هذوك فيهم بلايص الالعاب وداكشي زوين بزاف للوليدات، وحتى من العائلات يجلسوا مرتاحين ومحترمين. اما هذاك غيبقى عليهم مع الناس كيمشيو للقهوه والمطاعم تما كاين ريستورات وداكشي بزاف، يعني اللي داز غيبقى يشوف فيكم يعني ما هذا محدود وغي واحد، ماشي بحال هذاك فين فيلاج فيه ربعه عاد الطوموغو، فيه بلاصه الدراري الصغار جوج، بلاصه بيسينه ديال الدراري الصغار جوج يعني كبير وزوين والواحد يرتاح فيه ويعوم على خاطره. وانا هاد الكومبلكس مشيت ليه ما قيل نمشي لنا بالاثنين كان خاوي، ما كانوش الناس بزاف ما مشينا بالثلاث، مهم كان خاوي، كنا حنا شي ثلاثه الناس ومع طبعا عانيت فيه انا مرتاحه خاوي، وحتى الناس اللي كيجيو القهوه ما كاينش بزاف، يعني الاول ديال الاسبوع كيجيو الناس قلال اللي خدامين تما ماشي. صافي كما كتشوفوا هنا قلبنا الطريق ومشينا في الطريق العين السبع، كتشوفوا هنا العين السبع. صافي وصلنا تالراس وقلبنا ديما من حساب كومبليك نحن كومبليكس، اصلا ما بقى سميتو كومبليكس تي فون ما سميتو تي ريت، المهم مشات لي سميتو حتى نبقى انا غادا نقراها معاكم بدل ما بقى سميتو كومبليكس، ولكن هو ديجا السميه الاولى غتبقى معروف عليه حيت الناس كلشي كيبقى معروف على السميه القديمه ديالو. هو في الواجهه كيبان لك زوين، بلاصه الفيسير فين كيبدلو داكشي باقي قديم يعني عام صورتوش يعني باقي قديم، يعني داكشي الاول ديالو غير صابغين يعني مبدلين فيه حتى شي حاجه الفيسير، غير هو يبدلو الشكل ديالو كومبلكس بدلو ليه، كان هو مربع للضو دائره كما كتشوفوا هنا ديال الدخله ديالو، هذا هو الباب الدخله، حنا دخلنا هنا كنوريكم تي ريفيو انا قلت سميتو تي ريفيو كنت بدي شي بانو مكتوبه فيه كما كتشوفوا هذا هو البيسين كامل، هو راه كبير
زوين غير الا مشيتو السبت والحد. العائلات ما نصحكمش تمشيو ليه حيت الا مشيتو السبت والحد غيكون عامر بالدراري وما غتعوموش على خاطركم حيت كاين غير واحد. صافي تشوفوا انا كنوري ليكم بالنسبه اللي كانوا غيعوموا غير وليداتهم ماشي مشكل قريب ليهم تما هنا في عين سبع يجلسوا هما ويعوموا وليداتهم من سالي وليداتهم العومان يطلعوا يدخلوا القهوه يجلسوا يجلسوا في قهوه مع خاطرهم يبدلوا شويه الجو. انا غنسالي وغنمشي للقهوه غنوريكم الجو حتى هو وريستورات من الداخل اللي بغى يتعشى ولا اللي بغى يتعشى ولا شي حاجه. اسمي راه سميتو مكتوبه الفوق تيفيو شتي انا هنا كنت كنهضر من كثره الهضره كنت كنهضر جا الدري صافي كاينه واحد الموسيقى بغيت خفت ليه ضربوا لي هذا ضربوا لي الفيديو ديالي صافي ما حيدتها. صافي هنا عمت واحد شويه تما انا لبست غير واحد الكسيوه طويله وديت كنعوم بوحدي شي عاد شي واحد الجو زوين بزاف تكون غير بوحدك كتعوم في البيسين و تما كاين هذيك البلايص هذيك القهوه ما خلوناش نتغداو في الكافيه ديال هذا برا عندهم ريستورات و هما خاصهم يتغداو فيهم ماشي بحال غير فيلاج. المهم ديك باري راس بلاص السلام هادشي اللي جبناه الطيارة و مطلوب مجابوش غناكلو هنايا في الفطير بعدا عطاونا ليك ناكلو في الفطير الله يصافي كانت الحوايج صافي صون الطعم كيما كتشوفو. هاهي باري راس دابا كما كتشوفوا تما انا ما درتش ما كليناش في البلايص كما قلت لكم في دريم فيلاج كاين بلايص الماكله كاينين ريستورات اللي عنده بغى ياكل في ريستورات يمشي ياكل في ريستورات واللي جايبين معاهم ماكله ديال الدار كي عندهم الطوابل ديالهم بحال شكل ديال الغابه يكونوا الطوابل فين كياكلوا الناس بحال هكاك دايرينهم هنايا. هادون لا هادو 130 دخله وما تسالي سيري لا لا تاكلي في الريستور ديالو شتو هنا البيسين كامل كنوريه لكم. صافي هنا دايرين مدايرين الكراسه هكا كاملين هو الوسط. صافي هنا من بعد ما سالينا امنا مزيان وشبعنا عمان خرجنا قلت لبنت اختي يلا نشربوا شي قهيوه ولا ناكلوا شي بلاص ولا شي حاجه عاد نمشيو نتفرجوا في البحر نستغلوا الفرصه شويه ونوريكم نيت معايا القهوه ديالو لداخل والريستورات اللي فيه. صافي كما كتشوفوا هذه القهوه على البحر واحد الجو زوين منظر واعر كيكون فيه الناس ضمنينا حنا بجوج كلاس. صافي غناكلو وغنمشيو كما كتشوفوا هنا انا صورت لكم الريستورات كاينين كل بلاصه فيها بلاصه الماكله في شكل كل مفرقين كل قسم مغربي ماشي ديال اليابان ديال يعني ريستورات كل حاجه وشنو نسيت لي الهضره هنا صافي انا خارجه صافي هنا انا غنمشيو بحالنا صافي سالينا شبعنا وسالينا وتقهوينا مع راسنا وتمنظرنا المهم حنا غاديين في حالتنا. يا خليت لكم الراحه في الفيديو اخر ان شاء الله ما تنساوش ديروا ابوني تفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع جديد ديالي.